السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخويني إخواتي لكل أصحاب القنوات الزغرة. اسمحوا لي، يعني عندي برد، ضربني البرد. الذين يطمحون إلى تحقيق الشروط لكي تقبل، يعني القناة عند صديقنا التوتوب، يجب يعني أن نضع يدنا في يد البعض ونأخذ بعض الوقت لنشاهد آخر محتويات فيديو لأي قناة نذهب إليها لأول مرة، نضم إليها، نفعل الجرس حتى يعني يثبت الأجر ويكون الاشتراك مقبول. يجب هذه ثلاث شروط، يعني ننضم إلى القناة، نفعل الجرس، نأخذ وقت لشاهد آخر محتويات الفيديو، ونترك كلام طيب، لأنه سوف نكون كمن يصب الماء في الرمل. ويعني أن تزرع يعني شيئا في الرمل، يعني أن تحاول أن تنبت شيئا في الرمل، يعني هذا شيء مستحيل. يعني فخذوا وقت وانضموا وساعدوا بعضنا البعض، يعني في التآزر يعني حسنة، وفيه له خدمة لنا ولكم، والله المعين للجميع.